السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسا مالي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة فيها مجموعة من المشاريع. غادي نقدم لكم ثلاثة ديال المشاريع اللي دايرهم فوق هذا السطح. يعني الناس اللي كمبتدئين ممكن أنهم يديروا الأرانب، ولكن ممكن أنهم يديروا مشاريع أخرى بسيطة برأس مال صغير. ممكن أنهم يديروا مشاريع أخرى واللي هي ناجحة فوق السطح. يعني تال المساحة ممكن أنها تكون مساحة غير صغيرة ويستغلوها أحسن استغلال. إذا المشروع الأول كما كتعرفوا راه هو مشروع الأرانب. الأرانب راكم عارفينه، راني فايت دايرو. يعني كاين حلقات يعني هضر على المشروع ديال الأرانب. المشروع الثاني وهو مشروع الدجاج. هانتوما ثم امرهم راهم كيقاقيو وراهم باغيين يولدوا. يعني هنايا كاين البيض، يعني باقي ما درتش المشروع ديال انني نبقى نفقص يعني ونكبر الدجاج، ولكن راني بادي باش غادي ان شاء الله. راني فكرت فيها، راني باغي نجمع شي بيض باغي نفقصه. المهم المشروع الثاني هو هذا، انتم كما كتشوفوا يعني الدجاج. المشروع الثالث اللي هو هو سهل وبسيط وفيه يعني البيض صحي، وهو كالتالي. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو السمان. السمان يعني لاحظت كاع الناس تعاطوا له في الحقيقه. يعني هو من ضمن المشاريع اللي هي بسيطه يعني وما كتحتاج مساحه كبيره. لاحظوا ان هنايا غير واحد 50 سنتيم على 50 سنتيم، يعني نص متر على نص متر، ممكن يعيشوا فيه أربعة النتواس وذكر. يعني السمان يعني ما كي يستهلكش بزاف ديال المساحة، وتا السيكالين ديالو التربية ديالو بسيط للغاية. ممكن أنه تا هو محسوب بلدي، تا هو ممكن أنه يأكل أي حاجة. يعني خصو غير النظافة. أنتم كما كتشوفوا راني داير له نفس الطريقة ديال الميكا، يعني كنجيب واحد خنشة، ها هي خنشة، وكنخشيها هنا يعني في هاد الجهة وكنجبدها. دابا راني حيتها راها كتشمش، يعني كنخشيها وكتولي هي القاعدة ديالهم من التحت. يعني نفس الطريقة ديال الأقفاص ديال الأرانب. يعني هادي غير القضية ديال هاد السمان، انه كيحتاج السخونيه. لاحظوا سمو درت له، راني داير له الميكا، يعني غلفت له بالميكا. انتما انتما من بعد كيفاش كيبان هو الميكا. شحال واحد غادي يقول لي يعني واش ما خايفش انهم يطيروا؟ يعني هما عندهم الجناح ديالهم، ممكن انهم يطيروا واحد مترو ويبقاو يهربوا لك. سمو درت كتسد الجناح ديالهم ها هو وكتقصوا، يعني كاع كلهم قاصهم الجناح ديالهم. دابا هكا ما يقدروش يطيروا، يعني ممكن انهم يتحركوا وما يطيروش. اذا هذه يعني من ضمن المشاريع. يعني اي واحد يعني كتعرفوا البلاد ديالنا ما بقاش الخدمه بزاف، خصوصا في هذه المنطقه الشرقيه ديالنا قلت الخدمه. يعني الشباب تقريبا الربع ولا نقولوا الثلث كله جالس، يعني ما كاينش فرص شغل. ممكن انهم يديروا هاد المشاريع صغرى يعني بسيطه. ممكن هادو انا كلهم شريتهم 100 درهم، يعني كيدير 20 درهم لواحد. جبتهم شويه صغار باش يولفوا على المكان ويولدوا عندي. البيض ديالهم ولا حتى هو مطلوب، يعني كيتباع، يعني كيديروا درهم البيضه، كيوصل حتى هو لدرهم ونص البيضه. وهادشي غير الا بعتيه في السوق، اما اذا كنتي كتبيعو مثلا في المارشي ولا محلات كبرى راه كيدير اكثر. المهم ان المعلومات على هذا السمان انه ملي كيبدا يولد ما كيتوقفش على الولاده. المناعه ديالو قويه كيف الارانب البلديه. يعني البلديه هي المناعه ديالها قويه، ممكن تعطيهم اي حاجه كيعيشوا. كذلك هادو انا شريت لهم الصاك السيكاليم ديالهم كيدير 5 دراهم الكيلو. درت لهم واحد الخلطه. الا كنتو مهتمين بهذا الموضوع خلي لي كومونتير ونوريكم الخلطه ديالهم، انهم باش كيكتسبوا مناعه كيوليو يعني ما يمرضوش. والامراض ديالهم قليله، يعني على حسب التجربه ديالي الامراض ديالهم قليله.
كنت دايرهم شي ليامات استفدت منهم الحمد لله. ملي كي يكملوا 3 شهور صافي كيقطعوا البيض ما كيبقاوش هما كيولدوا على شهر ونص تقريبا كيبقاو يولدوا. ملي كيبقاو يولدوا 3 شهور وحده اخرى من بعد صافي كيقطعوا اي يعني اي واحد بغى شي معلومات على هذا السمان هذا راه رخيص في الثمن وكيصدق في الاخبار ديالو. البيض ديالو صحي 100% وخا البيض الحجم ديالو صغيور ولكن هو صحي 100%. يعني اي استفسارات بغيتوها خلوها لي في الكومونتير وانا مستعد انا نجاوبكم. يعني الناس اللي دايرين الارانب انايا كنت داير هذا الشيء يعني كنت كنهضر بزاف ديال غير الارانب امراض ديالهم وراه استفدتهم عندي الحمد لله. يعني هذا الشيء كيبان في لي كومونتير ولكن كنت كندير مشاريع اخرى. دابا غنبقى نبين لكم اي مشروع يعني اخر دايرو غادي نبقى نهضر لكم عليه واي استفسارات اي يعني تساؤلات انا راه الاشاره. السمان راه كاين في اي بلاد راه كاين. هذا سميتو الجامبو هذا ماركه مزيانه يعني سلاله جيده الجامبو. وكاينين داك البلدي كيكون صغير شويه في الحجم هذا راه باقي عادي الله عنده الشهر وتبارك الله انتم راه كتشوفوا الحجم ديالو راه مزيان راه كيوصل حتى ل 450 غرام. المهم ديروا هاد مثل هاد المشاريع ما تبقاوش ناعسين. الارانب يعني مشروع ذكي ومشروع يعني مخير مزيان. الناس اللي كي 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 يعني كيقنطوا دغيا دغيا باغيين الربح يعني اليومي ممكن انهم يديروا الدجاج والسمان. ها انتم الدجاج انا راني عاد حيت من تما شي بيض. انتم الدجاج ببساطه ممكن انكم ديروا عشه بحال هذه يعني ماشي من لابد ما يكون عندكم القصاب ولا يكون عندكم هاد الفدارش ولا اي حاجه عندكم ممكن انكم تستروا بها ما يضربهمش البرد. واش قدام ولا موكيط ولا اي حاجه ممكن ديروا بحال هاد المشاريع. انا راني ناوي ان شاء الله غادي نبني عاوتاني واحد العشه اخرى راني درت لها بلاصه ها هي هنا هذه راه بلاصه فارغه ندير فيها هي عشه. لهنايا كاين النعناع النعناع والشيبه والحبق. المهم الناس اللي داروا الارانب وكيتسناو دغيا دغيا المردوديه ممكن انه يديروا هاد المشاريع هادو بعدا ما يبقاوش يشريوا البيض وبيض صحي. انتما الدجاجات كدير 50 درهم 55 درهم للوحده ممكن انكم براس مال بسيط ديروا مثل هاد المشاريع صافي كتبقاو تعطيهم الماكله ديالهم. انتما الماكله ديالهم بسيطه ماشي شي حاجه راه درت لهم غير الخبز هاد الصباح. انتما هذا راه غير خبز هذا خبز عادي درته في الماء وعطيته لهم ودرت لهم واحد شويه واحد الخلطه حتى هي الا بغيتوها ممكن اني نعطيها لكم على حساب البيض الخلطه انها كتقوي لهم البيض او ماشي مشكل ممكن انكم ديروا غير هذا الشيء عادي وراه يعني غير الاهتمام بالنظافه بحال من واحد يومين ثلاث ايام تنقيو عليهم وصافي كيعطيكم البيض. يعني الناس اللي بغاو الربح سريع ماشي بحال القنين. القنين خصك تستنى واحد الشهر ثلاث شهور عاد باش كتبقى يعني داك الشيء كيزدهر. بغيتوا يعني المعلومات على السمان ولا على الدجاج انا راه الاشاره يعني ممكن انكم اي استفسار تخليه لي في التعاليق وانا راني كنجاوب على اي استفسار هو السمان تبارك الله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه يعني يوميات ديال المربي يعني قناه دي دو سامودي. يعني هادشي كنفيق في الصباح واخا انا عندي الخدمه ديالي يعني كندير ميكانيكي ولكن كان عندي محل ديالي ولكن بحال هاد المشاريع يعني انا من الصغر ديالي كنبغي ندير هاد المشاريع هادو. بالنسبه للبيض يعني اللهم تاخذ البيض يعني صحي 100% وجديد ولا تشريه. وحتى الثمن ديالو راه دابا غالي. راه البيض البلدي راه كيدير ما بين درهم ونص حتى 2 درهم. درهم ونص حتى 2 درهم ممكن انك تنوض في الصباح الا كنتي داير بحال المشروع هذا ممكن تلقى واحد جوج بيضات صافي انتيا كتقليهم وتاكل مع راسك انت بعدا ما مخصوصش من البيض. اذا الفيديو ديالنا هو هذا راه سهلة. ما تنساوناش بزر جيم تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.